الأخبار اللي نقلتها مجموعة من التلاميذ السنة الثانية هي تكريس الاعتراف بالمجهودات التي تقوم بها الأطر التعليمية منذ سنين. فكلمة قلتها وأكررها مرة أخرى، لولا هؤلاء أطر التربية لن يحقق العالم التقدم والزهر. فبالمناسبة أدعو لهم الصحة والسلامة إن شاء الله. شكرا للتلاميذ على هذه المبادرة اللي فيها اعتراف بالأستاذ والعمل ديالو وفيها رفع الهمم ديال الأساتذة، ونتمنى والله التوفيق للجميع.